غابت المملكة الحضارية والاقتصادية، وعلى بعد 22 ميل شمال الرياض من مطار الملك خالد الدولي. معكم ناصر العربي. للحركة الجوية نصيب من موسم الرياض، لو قارنا بين أكتوبر إلى ديسمبر 2019 و2018 اللي هي فترة موسم الرياض، في ارتفاع أكثر من 500,000 مسافر، 100,000 قدموا عبر التأشيرة الإلكترونية للسياح. نتكلم عن نسبة إشغال كبيرة في قطاع فنادق، 98% من فنادق الرياض فل. أما قطار الرياض الشرقية فارتفع بنسبة 40% في المبيعات. أما الطاقة الاستيعابية للرحلات فإنها ارتفعت، وكانت الشركات ناقلة نصيب في مساهمة في موسم الرياض. ساهمت مواسم المملكة وخصوصا موسم الرياض في الانتشار عالميا ومحليا للتسويق في السياحة في السعودية، وهذا شيء نطمح له من زمان. تكون المملكة العربية السعودية هي الوجهة الأولى لكل السياح في العالم. بعد إطلاق التأشيرة السياحية أصبحت المملكة هي الخيار لكثير من السياح حول العالم، اللي كانوا من زمان يحلمون أنهم يشوفون هذا البلد المليء بالكنوز الطبيعية من الشمال للجنوب للشرق للغرب. لما جو السياح عندنا في السعودية كانوا يثنون كثيرا على ترحيب الشعب السعودي، وأنه شعب مضياف وشعب كريم، وهذا الشيء اللي نبغى نوصله للعالم كله، أنه إحنا شعب نرحب بالضيوف من كل أنحاء العالم. وكذلك برضو انبهروا في المعالم الطبيعية الموجودة في السعودية، الثقافة الجميلة الموجودة عندنا، تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا والأشياء اللي نفتخر فيها. شفنا عدد كبير جدا في موسم الرياض، عدد كبير من السياح، أكثر من 100,000 سائح جو للمملكة و500,000 سائح من داخل المملكة، وهذا عدد كبير جدا نفتخر فيه، وإن شاء الله السنوات القادمة راح يكون أكبر وأكثر. كان إطلاق التأشيرة السياحية له أثر كبير جدا، دور كبير في المساهمة في الترويج وتسويق للسياحة في السعودية. قبل كانوا الكثير من السياح وأصدقائي الأجانب من حول العالم يتمنون يجون يزورون السعودية، لكن كانت التأشيرة هي العائق. الآن بعد وجود التأشيرة السياحية وسهولة إصدارها أصبح الموضوع بسيط جدا. كثير من السياح وأصدقائي اللي جوا للسعودية كانوا منبهرين أول شيء بإصدار التأشيرة السياحية بشكل سريع، والشيء الثاني لما شافوا ثقافة البلد والفعاليات والأشياء الموجودة كان شيء مختلف تماما عن التصور الموجود عندهم في الخارج. قبل كانوا لما نتكلم عن مثلا قطاع الطيران، الناس قبل ما كانت ما تجي أو ما توقف ترانزيت في السعودية لأنه كانت التأشيرة هي العائق، إنه يقول ليش أجلس في المطار. بس الحين لا، تقدر تجي حتى لو ترانزيت، تطلع تتمشى في الرياض أو في جدة أو في مدن المملكة وبعدين ترجع تكمل رحلتك، وهذا شيء راح يساهم بشكل كبير جدا في قطاع السياحة والترفيه عندنا في المملكة. شفنا في موسم الرياض عمل جبار جدا في تنفيذ الزونات والفعاليات في فترة قصيرة جدا، وكلها فعاليات تنافس الفعاليات العالمية. أمس كنت مع مجموعة من السياح الأجانب في الرياض، رحنا رياض وينتر ويندرلاند، وانبهروا في المكان والتنفيذ والشعب كلهم موجودين ومبسوطين، وكانت صراحة من الفعاليات اللي انبسطوا فيها السعوديين والسياح. ورياض كانت متنوعة في الفعاليات، في أشياء في ثمامة، في أشياء في وينتر ويندرلاند وبوليفارد، ومناطق كثيرة جدا. تشكر هيئة الترفيه على كل الجهود المبذولة، وعلى رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ. شفنا نقلة نوعية في قطاع الترفيه في السعودية، وهذا شيء يخلينا جميعا نفتخر نستضيف العديد من السياح حول العالم ونوريهم ثقافتنا وبلدنا وفعالياتنا. وشكرا. مثل ما قال أمير محمد بن سلمان، أرقام وحدها ما تتحدث، فرؤيته ليست مجرد حبرا على ورق بل واقع نعيشه كل يوم. شكرا وزارة النقل، شكرا هيئة الطيران المدني، شكرا لكل العاملين في قطاع النقل البري والجوي والبحري. يعطيكم العافية.